هو انت بتعمل ايه عندك يا استاذ؟ انتوا ازاي كده؟ ازاي ايه؟ ازاي سايبيني عرس في الجراج كده؟ عرس ايه؟ ايوه وانا بركن عربيتي عرستين دخلوا جوه العربيه. طب لما عرستين نطوا جوه العربيه حضرتك بتضرب في الفوانيس من بره ليه؟ عشان خوفهم. لا والنبي عشان تخوف العرس تقوم تضرب الفوانيس من بره. ايوه الفوانيس بتتكسر انما البيبان بتطبق وانا مش حمل سمكار ودوكوا دلوقتي. بعدين عايز امشي بعربيه مرشوشه اجي ابيعها يقولوا دي مرشوشه. اوعى كده حاجه تقرف الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين. مستشفيات ولا العرس ولا نجوى. اوعى